واحد من الشباب يقول نمت قبل أذان العصر بحول ربع ساعة، يقول حريص أنها ما تفوتني الصلاة، ضابط المنبه على الأذان. يقول يوم نمت ورا في منامي قول الله عز وجل يتردد: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يقول أنا ماني حافظ الآية بس حفظتها من الرؤية. يقول قمت متروع، قلت بس موت، هذه معناها أني برجع لربي بموت. قلت العلم خير إن شاء الله، بشير بالخير، هذا دل على أنك حريص على الصلاة، والرؤية اللي رأيتها لعلها تنبيه أنك تقوم تصلي. قال شلون؟ قلت يا أيتها النفس المطمئنة، النفس تطمئن بماذا؟ بذكر الله. لا، بذكر الله يقول سبحانه وتعالى تطمئن القلوب، والصلاة واقيم الصلاة لذكري. معناته هذه الرؤية أنها نبك أنك تقوم للصلاة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك، يعني قم صلي.